يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن ننصح الذي يدخن أن يقلل من عدد مرات الدخان التي يدخنها بالتدريج؟ فمثلا بدل أن يدخن 20 في اليوم نقول له دخن 19 ثم 18 وهكذا، هل لنا ذلك؟ لا، يعني نصحته ينصح عن الدخان نهائيا، يتركه نهائيا. وأما أنك تأذله بعدد معين أنت أقررته على ذلك، يمكن يقول ما يكفيني هالعدد، ما يكفيني هالعدد، ويزود، أنت فتحت له الباب. نعم.